اختيار بالنسبه لكل بيان سور سينوفل لاسير فطور هي توقف ما خاطر سينوفل رمسي بطبيعه تجي قابل سينوفل لحظه اقل واحد تحبه في المجموعه هذه دون احتساب نورز لانها جديده وليد سعدي بلال اقل واحد تحبه مشاعر عاديه مشكون سؤال اللي انا اللي والله تتكلم بتحسبش وليد 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 نجم تفسر لنا علاش ها ظهر لو لازم تفسير ولا منيار ظهر على الاخ لحظه خلنا نسمع رمزي وكان عنده شجاعه تو يقول ما عندي حتى شجاعه دونك وليد عنده قول شوف وليدك استوسع دي ديما تلقاها قدامك في الصباح عشيه تمشي كذا قدامك نورز كان تشير لك مشكله ماضي ثلاثه متاع الصباح ولازمك راجل ايرجون حاجتك بيه في قضيه في حاجه شكون في المجموعه هذه اللي تكلموا انت واثق اللي باش يجي يعاونك سعدي أي. ايوه سيبت اللي عندك رهبها انا وبلال سعدي تصدق برافو برافو اي والله تصدق اليوم طلبته هو في حي الخضره وكذا قلت له ايجا كذا ما نعرفش كيف ياخذ التاكسي وتصرف وجا ابكي علي بكرهبته ولا يكري كرهبه وما يجيش به لحم الحمير شنو رايك فيه وليد؟ دواء لحم لحم الحمير هاو الدكتور تكلم شوف كان سالت وليد باهي لحم الحمير شبيه علاش يحقروا فيه كان البقر بقر والواحد الحمير زاد باهي الجمل باهي راهو معناتها فيه برشا منافع محسوب توك تمشي تشري لحم حصان انت مثلا يقول لك لحم حصان تاخذ لحم حصان ما مخلط شويه اغلى واغلى لحم الحمير مش حرامه في بالي حليب الحمير شربوا سفيان حرام يلا عليه حرام شوفنا نورس نحكيو على نسبه مرتفعه نتاع توينسه قاعدين يقوموا بشراء لا لحوم الحمير والاحصنه بعد ما ارتفعت اسعار لحوم الابقار والاغنام هات نسمعوا شويه معطيات من عند رئيس الغرفه الوطنيه للقصبين احمد العميري البارح في 60 دقيقه فما اقبال على لحوم الحمير والاحصنه اللي فما جهات معناتها في البلاد يستهلكوا النوعية هذه من اللحوم والله فيني راهو نشوف المجازة هذه في نتاع بيوع اللحوم الحمير والأحسنة من زمان مش من تورات موجودة مقبل وعندهم بطوارهم في شركة اللحوم وعندهم الطبيبة المتابعة وعندهم عندها فيني بروسيدير نتاعهم معناتها مش جديدة تبقى ما كانتش بالطريقة هذه العباد توا العباد اللي تكاثف على الشراء فيني اللحوم هذيا خاطر غالي الاسعار خاطر اليوم عاد شخلتوا باش يشريوا فهمني البقري معدل 40,000 و42,000 والعلوش 45,000 ما فوق الناس ما عندهاش التزقوا اوكي ياكلوا وموجود هذايا اوك على اليوتيوب عملنا برامج كبيره في مارشي سنترال فهمني مع صحابي محمد بوزيد موجودين في باب الخضره موجودين في استاذ محي الزهور واللي سمعته واللي اغرب من هذايا سمعته في جهه من جهات في الوطن القبلي اللي بلاد كانت ملجه ومطموره نتاع اللحم اليوم وليوا فهمني عملوا حانوت فهمني للخيول الحمير موجوده البلاكه وعندهم كيتونسات نتاعهم وعندهم فهمني البرامج نتاعهم فهمني وعندهم الرحبه نتاعهم وعندهم كل شيء يعني بطريقه قانونيه تخبي تقول لي سيدي احمد معيش لا 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 طريقه قانونيه أنا في بالي لحم الحمير حسب الإمام ابن باز الحمير وظف يدعم محرم والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبرهم أن الحمر الأهلية حرام قال إنها رجس وأجمع العلماء لتحريمها وهي الحمر الأهلية المعروفة أما حمر الوحش كذا كذا ولكن نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل صحيح. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه وهذا يدل على أن أكل الخيل لا بأس بها لكن أنا بيجي في بالي خطر برشا عدد تلقاه بيع الخيول والحمير يكتبها مكتوبة لا لا لا, لا, لا مكتوبة خيول برك لا الخيول برك لا اسمع ما تعندونيش أنا راني كليتو هذا؟ أنا كليتو باب الخضرة شنو كليتو بيع لحم الخيول والحمير ونصبوا عليه اختار لا الخيول نمشي تو نمشي نصورها ونجيب الخيول بالله ابعثوا الناس اللي تسمع فينا فوالا يبعثوا لنا شنو نمرنا موجود موجود 31 328 هذاك تليفونه ما يبعث لنا يبعث لنا على فيسبوك على انستغرام على الواتساب يبعث لنا تصوير تلقى لنا في حي الخضر ادخل مع القوس وامشي تلقى بجنب عظم بيع لحم الخيول والحمير المرقاز زاد يحط لك لحظه رمزي انا مش نحكي لكم تجربه خلينا نحكي واحد برك معنا سيلفو بلاي احكي لنا رمزي انا مش احكي لكم مره طرفه صارت مره انا وقت نقرا واحنا في الليزاد باب العسل
دونك نسكن معنا بنومي نادر نحبش نذكر لقبه ايه. اما دونك زي نادريز قال الليله العشيه عندي ين واحنا شهينا الحم مشي عمل كمان كهبط الباب لقويس ويجي بنا شكاره معبي باللحم فيها تقريبا 3 كيلو لحم ايه. عاد قام شرح نرى فيه وكل لحم احمر 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 راه بشكل رهيب كي جاء معناته مشرح هذا الشيء قلت له نادر من تويك خلينا نتفاهم اخويا كل واحد قديش بارو خلينا نتفاهم اخويا ايه. احنا وقت 4 من الناس كاين في الدار كاين الناس بلستر 4 من الناس راكشين على رواحنا قال كل واحد بايو 4000 فرانك اقسم بالله قلت شنو اللي بالك سيرغو جايبو اللحم لا لا قال لي والله شاري بفلوسي لا والله شاري راني شاري ب 16000 كل واحد بايو 4000 هذه 3 كيلو راهو بلال كي احنا طيبوا ولا ساعه كريته احمر كي طيب ولا اقحل برش كي نجبد واحد عبارة شت كاوتشو والله شت كاوتشو كي نجبد ولا كالشومبرير نتاع عجله نجبد فيه كي خطو منين شريته بقيت انتبه خاطر ما تعدتليش كي رجعنا نلقاو والله ناس في راسي نلقى مرسومك الحمار على التين نتاع الحنوط معناتها تو راه والله بالرسمي معناتها راه موجود انا تو الخيول نعرفها موجودين معناتها موجود حم الحصان يتبيع حم الحصان يبيع يبيع ولا شي سلامي سلامي كذا معناها يقول لك باهي وكذا معناها ينجم يغذي الدورة الدموية وكذا به يقول لك تو بربي كان فما مستمع يسمع فينا الحمير ما نعرفش كان فما مستمع الحمير في بالي انا العباد تغش به معناها يقول لك كان فما مستمع يسمع فينا يصور لنا لحظة يصور لنا كان فما اما انا بدي في بالي الحمير يغش به هذاك لا هذاك زازار كي يبدا يبيع لك الحم حاشاكم البهيم ويقول لكم الحم بقري ولا حاجة هذاك غش على روحه اما نتذكر انا في باب الخضر نتذكر اما نسيت اسكو مكتوب الحصن والحمير ولا لا انا في بالي كان مكتوب لحم الخيول هنا يبيع فما زاد في مرشي لافايات زاد واحد يبيع في لحم الخيول انا ادخل مع القوس تاع باب الخضر حتى مرشي لحم الخيول والحمير نسيت اسكو الحمير والخيول والخيول برك حسب البخاري فانه في القران لم يرد تحريم ما وجدش حاجه حرمت لحم الحمير لحم الحمير ولكن حسب الروايات فانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم راهو رجس معناها صارت ذبحوا حمير دخلوا فتحوا بلاد فذبحوا حمير فعيطوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا راهو رجس هذا ما تاكلوش واضح وما تاكلش الحمير الاهليه حسب السنه ولا الهيجه الحمير الاهليه اللي تربيها محرم اكلها ولكن الوحشيه والواحد فتنجم واضح حسب يختلف فيها يختلف فيها يعني الفقهاء خلينا تو نكملوا زاد شويه مع حكايه الحمير في اطار الموضوع هذا فانه تقرير صحيفه ذا جارديان البريطانيه كشف اللي الطلب المتزايد على منتجات التجميل يؤدي لتقلص عدد الحمير ويهدد بانقراض الحيوان هذا خاصه في افريقيا بسبب استعمال معناها الجلد نتاعو في العديد من المنتجات وين تم ذبح نحو 6 ملايين حمار سنويا باش ياخذوا الجلد نتاعو اللي يستخرج منه الكولاجين تصنيع المكملات الغذائيه ولا المشروبات وفي منتجات التجميل كيما كريمات الوجه المستخدمه في الطب الصيني وغالي تبيع الغالي غالي يعني مادام فما منتجات تجميل ايه. وماكله وكولاجين دونك سكي سور غالي اي تلقى كل فون دو تام تاع انت خبير في التجميل تاع حمير معناها فهمت ومعنى مباشرة حمار معناتها باش يحكي على ذبح الحمير هل أنت مع أم ضد؟ رئيس غرفة الحمير رئيس غرفة على الأقل كل إنسان يعني مش تسخف عليهم لا لازم كل لسان الحمير لازم كل لسان الحمير نوفل نوفل راه ذبحونا يلا خلينا نمشي ونحكيوا على العنف في المدارس يا نور الزق نحكيوا على 23 ألف حالة عنف بالمدارس سنة 2023 الرقم اللي تم الإعلان عليه اليوم على هامش يوم دراسي نظمته المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بخصوص العنف والتطرف العنيف والمخدرات وسط في الوسط المدرسي هيت نسمعوا أكثر معطيات من عند زكريا ديسي مستشار لدى وزير التربية موزايك اليوم حالات العنف داخل الوسط المدرسي والسلوكات المحفوفة بالمخاطر مرت المعطيات البيانات من 8000 حالة سنة 22 إلى 23000 حالة سنة 23 وهذا كان الذي خلانا نضع استراتيجية وطنية تنفيذية شاملة لمجابهة هذه الظاهرة المقلقة والبعث على الانشغال غير عنا العديد من المؤسسات التربوية التي تفتقر إلى إطار قيمين وقيمين عامين كما أنواع العديد والعديد المؤسسات اللي فيها شغلات على مستوى العمل
مش هذا بركة تتفكر جوست سعدي وقت اللي قلت علاش ما نحطوش معناها دوريات قدام المعارض وكلها. مدير إدارة شرطة النجدة العميد عماد مماشا يقول اللي التركيز الأمني لا يمكن أن يشمل كافة المؤسسات التربوية بل أكثرها خطورة. نسمع. نكذب عليك مش نقول لك في جميع المؤسسات التربويه خاطر حتى المستمع في مزيكا فهم باش يقول فاش يحكي العميد مدير النجده. احنا كما قلت لك عندنا خارطه قاعدين نخدموا بستاتستيك واناليز معروف على اساس المؤسسه التربويه اللي فيها اكثر مشاكل التركيز الامني يتوجه لها. كما قلت لك نستعملوا في صناعه الذكاء اللي هي الكاميرات باش الوحدات نتاع اداره شرطه النجده اللي انت انا نمثلها توا على مستواكم تعمل التدخل نتاعنا يتشكوا راهو رد بالك فما حساسيه ونقولها بالمكشوف فما حساسيه راهو تاع التواجد الامني قدام المؤسسه التربويه يعني من الاخر بالكل وقتاش يتذكروا الامن كتصير مشكل اما في الحاله العاديه شو يعمل البوليس قدام المؤسسه التربويه. احنا مقاربه نتاعنا ان شاء الله تو قاعدين نحسنوا في برشا حاجات. معقول كلام بالنسبه لي انا معقول خاطر به برشا انه يقول مثلا عندنا خارطه ونعرفوا شكون المؤسسات معناها اللي اكثر كما نقولوا احنا سخونه شوي نجموا نكونوا متواجدين فيها على الاقل. فهمتني من خاطر معناها نرجع للحوم الحمير. شفت بعث لي شكون تو تحقيق بلا قناع لحوم الحمير ولا حصنها في تونس معناتها يبيعوا فيهم. شيخ غسان العايب نحب نشكره بعث لي جواب قال لي لحم الحمار الاهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف. لحوم الحمير الاهليه لا يجوز اكلها بينما لحم الحصان مباح لا حرج في اكله. هذا هو ما ذهب اليه الجمهور من علماء الصحابه من التابعين ومن بعدهم الائمه إلا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه من إباحة لحوم الحمير وإلا ما ذهب إليه الإمام مالك من حرمة لحوم الخيل مستدنا بأن الله تعالى ذكرها أحني الخيل وبينا أنها معدة للركوب وزينة ولم يذكر الأكل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولكن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة لحوم الحمير الأهلية وأنه الخيل حلال هو اللي يجب الرجوع إليه وهو صحيح بدليل ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وبدليل نهي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمير الأهلية وإذنه في الخيل. دونك هذا شنو قالي بالنسبه للحمزه الشيخ حمزه مكروه قالي اخي نوفل شكرا الشيخ حمزه والكراهه لهنا يقصد التحريم. دونك قولين عند المالكيه ثانيهما يؤكد عدم جوازه مع حرمته في باقي المذاهب والله اعلم اعلم والله اعلم. دونك كل واحد انا في بالي زي كما انا من راي الجمهور اللي يحكيوا عليه الشيوخ هذوما اللي حسب ما نسمع يقول لك لحم الحمير حرام ينجم يكون زاد خاطر فيه رويج يقول لك لو ينجم يكون يضر خاطر اذا حاجه تتحرم لو لحظه لو هي محرمه 100% الدوله تمنعها هو الدوله في بالها الناس كلها عارفه احنا كي ندور في الشارع يعرف الناس تقول لك مركز بيه لا 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 راهو فرق بين اغزل لي راهو فرق بين تبيع حاجه كانوا فيها لحم بقري وهو بهايم هذيك غشه اما كي يقول لك باب الخضره لحوم حصنها وحميرك ولا في المارشي سنترال معناتها يختلف يلا نمشي وتولى نكت غدوه نمشي